جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية، أشسع إمبراطورية في التاريخ. كان طاغية بنى إمبراطوريته على جثث الملايين من البشر، أغلبهم من المسلمين، حتى ارتبط اسمه بكل معاني الوحشية والهمجية والقتل والدمار الشامل. ولد جنكيز خان أو تيموجين بن يوسكاي بهادر عام 549 للهجرة بمنطقة ديليون بولدوغ أو ما يسمى الآن بمنغوليا. كان أبوه رئيس قبيلة قيات المغولية معروفا بالشدة والبأس، حتى صارت القبائل تخشاه. وقد سمى ابنه تيموجين نسبة إلى زعيم قبيلة أخرى انتصر عليه وقتله في اليوم الذي ولد فيه جنكيز خان. بعد وفاة والده انفض أفراد قبيلته من حوله ورفضوا أن يحكمهم بسبب صغر سنه. لكن تيموجين أعاد مجد عائلته عندما اشتد عوده، إذ توافدت عليه القبائل التي توسمت فيه القيادة والزعامة، فتمكن من إجبار المنشقين من الأتباع والأقارب على الخضوع لسلطته. بسط جنكيز خان سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا، ثم استولى على عاصمة قبيلة الكرايت وجعلها قاعدة لملكه، فصار بذلك أقوى شخصية مغولية بعد أن تمكن من توحيد منغوليا بأكملها تحت سلطانه. بعد إنشاء إمبراطورية المغول بدأ حملاته العسكرية جنوبا، فاصطدم بإمبراطورية الصين التي كانت تحكمها أسرة سونغ، واستطاع أن يسحق جيوشها حتى استولى على كل أراضيها وعاصمتها بكين. ثم اتجه غربا للقضاء على أعدائه من قبائل النايمان وزعيمهم جوجلك خان. وبعد أن فرغ من قبائل النايمان اتجه إلى الدولة الخوارزمية، وجهز لذلك حملة كبيرة وتحرك بجيوشه الجرارة إلى بلاد ما وراء النهر، وتمكن من السيطرة على المدن الكبرى مثل أترار وبخارى وسمرقند. ارتكب في حملاته ما تقشعر لهوله الأبدان من قتل وحرق وتدمير. أبادت جيوشه سكان مدينة أترار عن بكرة أبيهم، وأحرقت بخارى بمن فيها، واستباحت حرمة مسجدها الجامع الكبير.
ثم واصلت زحفها لتعقب السلطان محمد خوارزم الذي لجأ إلى بحر قزوين حيث اشتد به المرض وتوفي. لكن ابنه جلال الدين منكبرتي نجح في حشد ما تبقى من أنصار وألحق الهزيمة بالمغول في معركة براون. توفي جنكيز خان قرب مدينة تسجو في 624 للهجرة ودفن في منغوليا، وخلفه على الإمبراطورية ابنه أوكتاي الذي واصل هو وأبناؤه من بعده غزو العالم حتى وصلوا إلى العراق وبلاد الشام واقترفوا فيها فظاعات تشيب لهولها الولدان.